علي نريد نعرف يعني يوم الكهرباء بالبصرة ايش قد تجيكم باليوم؟ يعني هي حسب البرمجة والمفروضة طبعا هي نعم 4 باثنين، زين 4 باثنين، الأربعة ما تجي طبعا، لو الكهرباء تجي وتنزل تحترق الأجهزة، تحترق المصانع، يعني تحترق أربع كل شيء ساعات تجي يحترق. بس مو مستمرة، متقطعة. 4 ساعات غير مستقرة، نعم هاي في مركز المدينة، بينما شمال البصرة في المدينة في القرنة نعم تجي 4 ولربما تنقطع جزء 7 ساعات أو 8 ساعات. زين، يعني اليوم كارثة ما بمحافظة الموضوع البصرة أنا بهذا الجو أكتبه، الله. يعني لربما أقول هذا الموضوع مقصود سياسيا، يعني ضرب الأبراج هو عمل تخريبي من ضمن لربما المؤامرات والانتخابات على الأبواب. نعم قضية القطع المبرمج لربما هو يعني يريدون لربما تحريك الشارع من خلال جهات أو أيادي خفية داخل الوزارة أو في داخل الحكومة، يعني أيادي خفية ضحية المواطن. نعم إحنا شو نقول؟ نقول أنتم حقنا، إحنا ما أريد منكم منية. البصرة تنطي ملايين البراميل من نفط وموانئ وحدود، إضافة إلى أنه هي صاحبة يعني دماء، قدمت الدماء للعراق. إحنا أكيد ما جاي نطلب منية ولا نتمنى إلى ربما الناس تصير فوضى وتطلع مظاهرات.